مساء الخير من كندا، والسلام لجميع الأحبة والأصدقاء المجتمعين للاحتفال بذكرى أخي فريد المزاوي. أمضى فريد كل حياته بين الوسط الفني والوسط العائلي، ونجح في الجبهتين نجاحا كبيرا كعميد من عمداء السينما المصرية، وبعد وفاة الوالد عميد عائلة المزاوي في مصر. في السنوات اللي تبعت وفاة الوالد أصبح فريد الصخرة التي نعتمد كلنا عليها، وبالأخص الوالدة. حضر فريد عدة مرات إلى كندا لزيارة العائلة في الغربة، لكن أثناء هذه الزيارات القصيرة لم ينسى فريد حبه الأول السينما. أتذكر سنة 69 في مونتريول عرض بعض الأفلام المصرية، وبعد ذلك ذهب إلى جامعة القديس بولس في أوتاوا ليؤكد للعالم الغربي تقدم السينما في مصر. ذكريات كثيرة وجميلة لا يمكن أحد خلال بعض الكلمات أن يوفي حق هذا الفنان الكبير والمعلم العظيم والأخ المثالي. فريد المزاوي للناقد المتميز أحمد الحضري. لموهبته الفريدة وقدرته على نقل صورة حية واقعية للمجتمع المصري من خلال الكاميرا بحرفية عالية، ولأعماله التي تركت بصمات واضحة في تاريخ السينما المصرية، جائزات فريد المزاوي للمخرج القدير داود عبد السيد. المخرج القدير الأستاذ هاشم النحاس. للناقد المتميز الأستاذ سمير فريد. Thank you.
فريد المزاوي من مواليد 13، يعني 100 سنة على ميلاده. تحية كبيرة للمركز الكاثوليكي المصري للسينما بلمسة الوفاء الحلوة الجميلة الراقية، وانتهى الرقي، ان احنا نتذكر ونترحم ونقول ما له وما علينا. الراحل فريد المزاوي هو دور الحقيقة مهم جدا في تشجيع كل من له علاقة بالثقافة السينمائية أو النقد أو اللي عايز يستفيد من أرشيف المركز ومن ملفاته. هو اللي عرفنا بالمركز، هو اللي خلانا نتردد عليه ونستفيد منه ولا نستغنى عنه حتى الآن. مفيش إنسان ناقد عمل في النقد السينمائي أو النقد الفني من جيلي ويمكن من الجيل الأصغر شوية لم يعرف فريد المزاوي ولم يستفد من فريد المزاوي. جميعنا كلنا استفدنا من جهد ونشاطات الأستاذ فريد المزاوي. صديقي العزيز يوسف شريف عرفني على الأستاذ فريد المزاوي في المركز الكاثوليكي سنة 65. بعد سنة واحدة من كتابتي لممارسة النقد السينمائي سنة 65 لقيت نفسي عضو لجنة التحكيم هنا سنة 66. فقلت له ده أنا لسه صغير جدا 22 سنة وبقالي سنة بكتب. فقال لي لا، ما هو أنت وجهة نظر الشباب، أنت وجهة نظر جديدة، مش لازم تكون خبرة طويلة. فمن هنا كان يعني شوف التشجيع اللي حصل لي كشخص لما لقي نفسي في لجنة التحكيم عندي 22 سنة سنة 66. ذكرياتي مع الشخصية يعني مع الأستاذ فريد المزاوي بسيطة، لأن احنا طبعا من جيل اللي دخلنا جمعية الفيلم وجمعية النقاد والاتجاه ده كله متأخر. وطبعا هو الجيل ده كله أحمد كامل مرسي مع يحيى حقي مع أحمد الحضري كلهم هم المسؤولين الحقيقة. لما الواحد بيفكر دلوقتي بعد الزمن هم المسؤولين عن إذا كان للواحد يعني بعض الثقافة السينمائية فهم المسؤولين عن تكوينها. يعني احنا جينا لقينا ناس يعني عندهم كده حالة من التبتل في محراب السينما وعلى رأسهم فريد المزاوي. بكل تواضع وبلا ادعاء، إنه صاحب المذهب الفني الأخلاقي والثقافي. إنه الرجل الإنسان الفريد من الزمن الجميل. إنه فريد المزاوي. معرفتي بالأستاذ فريد المزاوي بترجع قبل وفاته بحوالي 17 سنة. كنت بتردد على المركز، كنت بشتغل في الثقافة مركز الثقافة السينمائية، كنت بتردد هنا على المركز وباخد معلومات أكمل معلومات للمركز، هو بالتالي كان بيستعين بينا. فتوطدت علاقتي بيه وكنت دايما أسأل عنه بالتليفون، وكنت بنبسط جدا لما الأسانسير بتاع العمارة بتاعته بيتعطل كان بيجي يرتاح عندي قبل ما يروح. حصل على ليسانس حقوق سنة 1938 من القاهرة هنا، وبعدين حصل على دبلوم السينما من معهد باريس سنة 48. بعد كده لما رجع مصر بقى اشتغل، غير وظيفته بقى من كان بيشتغل الأول في المحاكم المختلطة بقى بيشتغل في الثقافة والإرشاد القومي. هو أول من فكر في الاهتمام بالسينما المصرية وتوثيق تاريخها. أعتقد أن فريد المزاوي من أوائل الناس، أو هو رائد في هذا المجال الثقافة السينمائية، باعتباره أول من عمل على إنشاء أو ساعد على إنشاء المركز الكاثوليكي المصري للسينما. أذكر من الأشياء المهمة التي أثرت في حياتي أن فريد المزاوي كان أول من أخذ بيدي إلى مكتبة المركز الكاثوليكي في شارع عدلي، وأطلعني على ما بها من كتب لأتردد عليها بعد ذلك في قراءة الكتب السينمائية سواء بالعربي أو بالإنجليزي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتفتح أمامي أو آفاق جديدة لم أكن أعلمها من قبل.
بالإضافة أن أنا أعتقد أن هو المؤسس الحقيقي لأرشيف السينما المصرية. يعني هو عمل أرشيف أعتقد إلى الآن إحنا بنرجع له، بنعتبره شديد الدقة شديد التميز. إلى أن أتت الفكرة لفريد المزاوي بإنشاء مركز هو يمكن أن يكون يجمع كل المعلومات السينمائية أول بأول، وأن يكون مرجع بعد كده لكافة المؤرخين السينمائيين ولكافة الباحثين في شؤون السينما في العودة إلى هذا المركز لاستقاء المعلومات الصحيحة منه. تقييم للحركة الثقافية السينمائية في مصر، الحركة الثقافية المعاصرة، لا يمكن أن يتجنب أو يهمل أو يقلل من قيمة الدور الكبير اللي قام به فريد المزاوي في هذه الحركة، والذي أعتبره كان رائدا الرائد الأول في هذه الحركة، حركة الثقافة السينمائية المصرية المعاصرة. أعتقد يمكن هو الأول في مسألة تاريخه للسينما. يعني ما أقدرش أفصل أبداً ما بين تاريخ السينما المصرية وتاريخ المركز الكاثوليكي المصري للسينما والأستاذ العظيم فريد المزاوي. إن هو نفسه بقى اتجه لأنه يخرج بعض أفلام قصيرة، من أشهرها يمكن فيلم رسوم متحركة كان اللي نفذه أنطون سليم. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. يعني إذا كنا هنتكلم على 100 شمعة من 100 شمعة من السينما المصرية لأستاذنا الكبير الناقد الكاتب فريد المزاوي، فأهم حاجة نعرفها عنه أنه هو أسس حاجة اسمها النقد السينمائي، هو والحضري وأحمد كامل مرسي، ودول يعتبروا الأسس الثلاثة لبناء السينما النقدية اللي هو تحليل الفيلم، وعمل كتب كتير ألفها عن تحليل الفيلم وعن طريقة النقد وأسلوب، وترجم كتب كتيرة جدا. سنة 56 بقى وزارة الثقافة والإرشاد القومي في مصر عملت النظام اللي هو ندوة الفيلم مختار، وكان اللي بيديرها الأستاذ فريد المزاوي، واللي بيشرف عليه من فوق الأستاذ يحيى حقي. ونظرة الفيلم المختار ديت كانت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي اللي حرصت أن أحضرها، وكنت في مقتبل الشباب أو في مرحلة الشباب حضرتها أنا وبعض من الأصدقاء اللي أصبحنا كلنا تقريبا فيما بعد يعني نعمل بالسينما سواء نقاد أو مخرجين أو كتاب سيناريو. وأول فيلم دخل المسابقة ليا كان حب وكبرياء، وجيت حضرت أنا الحفل الختامي بقى اللي حيقولوا فيه النتيجة إيه، مين اللي كسب. قاعد ورا أنا يعني مبتدئ مانش من النجوم اللي يقعدوا قدام قوي، فلقيت حد جه قال لي تعالى ابني تعالى تعالى، كان الأستاذ فريد.
وأخدني من الصفوف الأخيرة ودخلني قعدني، كان في كرسي فاضي قعدني فيها من غير سابق معرفة، مجرد إن أنا في أحد الأفلام اللي مش عارفين هتكسب ولا لا. أنقى من الفجر الضحوكي وقد أعرت الفجر خدك، وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك. أنقى من الفجر الضحوكي وقد أعرت الفجر خدك. ونختار الأفلام سوا ونقي مين اللي يناقش الفيلم المرة دي، واخدين يعني شوف ازاي وصل لإيه بقى. انت مين اللي هيناقش الفيلم المرة دي؟ لنفرض انه هاشم النحاس، يوم يديله فرصة يشوف الفيلم قبلها، شوف مدى الاهتمام بأنه يكون مجموعة مهتمة وبتتعمق أكتر وأكتر في الهواية بتاعتها، أنه يخليه يشوف الفيلم قبلها ويكتب هو النشرة اللي عامل الفيلم، لأن كان كل مرة بيوزع نشرة مطبوعة اللي داخلين يحضروا الندوة فيها ملخص الفيلم وفيها آراء عن الفيلم وفيها كده، يعني اللي بيحضرها بقى الواحد مننا يا المجموعة اللي هو جماعها الأستاذ فريد المزاوي حواليه في ندوة الفيلم مختار. كان بيعرض علينا الفيلم مرة قبل ما يتعرض على الجمهور وقبل ما نشارك الجمهور في مناقشته. آمن جدا بدور الفيلم، آمن جدا بدور السينما كإنتاج اجتماعي ثقافي وفكري، آمن جدا بالمثل العليا وبالدور الأخلاقي والاجتماعي اللي ممكن الفيلم يلعبه. ففريد المزاوي كان بيختار لنا الأفلام التي لها قيمة فنية أو قيمة أخلاقية أو قيمة ثقافية عامة وتدار حواليها المناقشة. معظم أفراد الأسرة من أولاد عمي أولاد خالتي جميعنا لا زلنا حتى يومنا هذا نتخذ من فريد المزاوي قدوة عليا لنا ومثلا صالحا، لأنه أثر في حياتنا كثيرا. وفي شبابه فريد المزاوي حاول أن يحمي الأسرة المصرية، وذلك بعمله تقييم أسبوعي لجميع الأفلام التي كانت تصدر حينذاك، بحيث يكتب على كل فيلم هذا الفيلم يصلح للأسرة أو يصلح للجميع أو يصلح للكبار فقط. فبالتالي الأسرة قبل اختيارها للأفلام التي ستشاهدها كانت ترى هذا التقييم وترى أنه مناسبا لها. عمل ثاني كبير عمله فريد المزاوي وهو إصدار الجميع للجميع مجلات أسبوعية مثل مجلات المساجيه الرسالة ودار الفنون. لما أعلنت النتيجة رحت شكرت الأستاذ، سألت مين ده؟ قالوا لي ده فريد المزاوي الناقد والمؤرخ السينمائي الكبير. يعني أثر فيا جدا الجست الجميل ده اللي يعمله مع واحد ما هوش نجم الفيلم اللي هو محمود ياسين ولا حد من الأبطال الكبار. أصبحت أنا والمركز الكاثوليكي والأستاذ فريد المزاوي أب آخر ليا، لدرجة أنه هو في بعض الناس افتكروني ابنه فعلا، هو كانش خلف، فأنا اسمي سمير فريد فاعتبروني ابنه، وهو كمان قال لي طيب أنا هعتبرك ابني. لأن هو اللي علمني شخصيا كيف أتذوق الأفلام وكيف أنقدها، وكانت دي بداية خطواتي نحو حب السينما اللي ما كنتش أنا بميل إليه كثيرا أو ما كنتش أنا أفهمه فهما حقيقيا قبل أن ألتقي بفريد المزاوي. ليس فقط الأستاذ
والمؤرخ والناقد والمترجم ومؤلف المقالات والباحث الدؤوب والمؤسس الخلاق والخبير السينمائي فحسب، بل كان أكتر من كل ذلك وفوق كل ذلك القدوة الصالحة الطيبة والمعلم الحكيم والمدرسة التي تخرجنا منها جميعنا. لأنه يعلم جيداً الأستاذ فريد أن الفيلم ليس دوره الوعظ، ولكن جوهر الفيلم أن ينطوي على رسالة في الآخر إسارة إيجابية بتصب في بنية الإنسان وفي البنية العقلية للإنسان، بحيث أنه أن يكون الإنسان إنساناً. فريد المزاوي ربط السينما كمان بالمعيار الأخلاقي المستنير، وعمل يعني أعتقد كان مؤسسين لفكرة المهرجان الكاثوليكي، والجائزة اللي هي خاصة قوي وكانت المصريين على فكرة بيثقوا فيها وبيحبوها جدا باعتبارها جائزة مش زي بقية الجوائز اللي كانت اللي بيديها سواء الحكومة أو الجمعيات الخاصة. كانت جائزة مميزة ليها تقديرها وليها احترامها شيء جدا، وكانت دائما بتبقى مختلفة عن بقية الجوائز. والمركز من بعد رحيله إلى الآن مخصص جائزة باسمه، وجائزة هامة جدا، جائزة الجمهور، جائزة أخلاقية، إزاي الجمهور بيشوف بالفعل الفيلم ويقيم الفيلم. وما زلنا جميعا بنعترف بالجميل إلى الأستاذ الراحل فريد المزاوي. وحياتي عينك وهي عندي، وحياتي عينك وهي عندي مثل ما الإيمان. مش عارف اقول ايه، انما اهتمامه بواحد زي ما هوش سوبر ستار ولا بيك ستار، ومتابعته للتطور اللي انا عملته في خلال السنوات دهيا من 72 الى 77، حافظ وعارف الافلام وعارف الادوار اللي انا عملتها. فريد المزاوي كان شخصية نادرة، اليجنت، شيك، راقي، مهذب، مبتسم ابتسامة جميلة جدا يستقبلك بها. الحقيقة دور فريد المزاوي يتعدى هذا المبنى ويتعدى المركز الكاثوليكي بما أضافه إلى جميع الأفراد والشخصيات السينمائية والنقاد الذين تلمذوا على هذا المركز، سواء من خلال ملفات السينما أو من خلال مكتبة السينما أو من خلال الندوات التي يقيمها فريد المزاوي. في رأيي أن الأستاذ فريد المزاوي هو واحد من أهم رواد الثقافة السينمائية، إن لم يكن هو أهم روادها في العصر الحديث في السينما المصرية. كل بيذكر الأستاذ فريد بكل خير وحب وامتنان للي عمله للمركز وللثقافة السينمائية عموما. ما ننسلوش كل هذه الحضارات، وأسس حاجة اسمها جمعيات فيلم ونادي سينما، وكان من أهم الشخصيات السينمائية اللي لا يمكن حد من السينمائيين ينسى أفضال فريد المزاوي. إن هو في لمسة الوفاء الجميلة اللي معمولة حاليا إن إحنا نحتفل بمئوية ميلاد فريد المزاوي. إنه راهب في محراب السينما، وهو بالفعل كان راهب في محراب السينما. فهوت عليك بصدرها، فهوت عليك بصدرها، هي يوم الفراق لتستردك بأشد من خفقان قلبي، بأشد من خفقان قلبي يوم قيل خفق.